كان مش اكتر من ان هم بيرددوا يسقط من الجزء. البعض منهم بدا يلقي حجارة على الاول في البدايه، ودي كان ممكن السيطره عليها، يعني كان ممكن القوات المحليه تطلع وتخلص. لما حصل ضرب النار وبدا يبقى فيه قتلى موجودين وجرحى يسقطوا امام ضرب النار، منين؟ من داخل المقر. حصل ضرب النار من داخل المقر على المتجمعين، على المتجمعين سقط امام المقر، والضابط اللي كان متعين حسين كمان. فبدات الناس المواطنين بقى اللي يبنوا اللي يبدأوا، وبدا الناس كلهم تنزل من بيوتها في المقر، وخصوصا بتوع مساكن الزلزال ينزلوا جزء كبير يتجمع امام المقر، والجزء الاخر بيسد المداخل بتاعت المقر المتجمعين. حسين، هل كان اي من هؤلاء المتجمعين يحمل ثمة اسلحه ناريه او اسلحه بيضاء او اي ادوات مما تستخدم للاعتداء على الاشخاص او الاموال؟ لا، انا الفكر دي ان هم كانوا مش اكتر من الحجاره. في الاخر كان بعد ما سقط القتلى كان في ملتوف بيترمي وكان يؤدى الى احتراق كل الاول. في ملتوف بيترمي لما ادى الى احتراق كل الاول والثاني. هل تمكن اي من هؤلاء المتجرجرين من الخلوف الى داخل مقر جماعه الاخوان؟ هل كان اي من المتجرجرين يسعى الى اقتحام المقر؟ لا، هي كانت مجرد ان هم حذفوا ذلك لأن الناس الإخوان قبل 30/6 علوا الأسوار ودعموا دورات الحديد، فكان صعب جدا. يعني صعب حاجة، كان صعب. سين، وما سبب تجمع هؤلاء المتجمعين أمام مكتب الإرشاد؟ حالة الغضب والحنق اللي موجود على مكتب الإرشاد، واعتقاد الناس ان من يحكم مصر هو مكتب الارشاد ومن قرارات تطلع من الارشاد، كان طبعا الشعار اللي موجود يسقط حكم مرشد، ما كانوش بيقولوا يسقط حكم مرشد،